تمام. خلاص كده. قال لي ان في قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددهم كبير حوالي 800 واحد. وعددهم حوالي 800 شخص. هل اخبرك عن جنسية هؤلاء الاشخاص والجهة التي اتوا منها؟ لا ما اخبرنيش لا عن الجنسية ولا الجهات اللي اتوا منها. والانفاق والكمائن ضربوا واحدة واحدة عشان نكتب ورا حضرتك. ايوه. بعبور عدد 800 شخص عبر عشان اتكلم في هذا الموضوع لابد من وفاة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة، لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز إن نتكلم فيه، وإلا أقع تحت قانون المخالفة القانونية وأخذ عليها. يوم الجمعة على ما أعتقد 4 فبراير خطبة الجمعة رئيس الإيراني. اتهم محمد البتاجي وقف تدفق هؤلاء الأشخاص وضبطهم. عايز 70. أنا عارف إن البتاجي عامله مشكلة. ما عنديش علم في الموضوع. في أسئلة. هو بس البداية اطلع فوق. ايوه اطلع فوق اطلع فوق.